إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة السلطان قابوس تقدم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في برنامج الجامعة الإذاعي أنوار، والذي يلتقيكم كل أسبوع لينقل لكم أبرز الفعاليات والأنشطة العلمية والبحثية والطلابية في جامعة السلطان قابوس. في هذه الحلقة، الجامعة تشارك في مؤتمر جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي 24، ومركز الإرشاد الطلابي يجري دراسة حول الضغوطات النفسية لدى طلبة جامعة السلطان قابوس. معكم في الإعداد مروى بنت حمد أنبو سعيدية، ترافقكم في التقديم نايلة بنت ناصر البلوشية، وفي الإخراج منى بنت سالم المسلمية. حتى السعابة وسهر الليالي في سبيل مجدك. لا 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 نبالي. أهلا بكم مستمعينا، ونبدأ معكم بمجموعة من الأخبار السريعة. انطلق مؤخرا ملتقى الهندسة الصناعية الثالث، وتناول القطاع اللوجستي وإدارة سلاسل الإمداد، وصاحب الملتقى محاضرة بعنوان رؤية عمان اللوجستية 2040، وتم من خلالها إبراز دور المهندس الصناعي في القطاعات اللوجستية، وتزويد الزوار ببيانات ومعلومات عن دور القطاع اللوجستي وواقعه في السلطنة. افتتحت الجامعة مؤخراً المعرض المصاحب لمسابقة احتساب، وهي مسابقة تتمحور فكرتها حول كيفية إعداد دراسات إحصائية من قبل طلبة الإحصاء والرياضيات بمختلف الكليات والجامعات بالسلطنة. وسعى المعرض إلى الترويج لهذه المسابقة على مستوى السلطنة مع نشر الدراسات المقامة في المسابقة. في نسخته 19 انطلق مؤخراً معرض فرص العمل والتدريب 2018، وذلك بمشاركة 68 مؤسسة من القطاعين العام والخاص. وقد تم خلال المعرض عرض ما يقارب 279 فرصة عمل، بالإضافة إلى 199 فرصة تدريب لخريجي الجامعة. ونستمع لعرض لأهداف المعرض من الأستاذة مريم بنت سالم المسرورية، مديرة مركز التوجيه الوظيفي. مريم بنت سالم المسرورية، مديرة مركز التوجيه الوظيفي بجامعة سلطان قابوس. بإذن الله ينطلق غدا معرض فرص العمل والتدريب في نسخته 19 بجامعة السلطان قابوس. المعرض سوف يكون تحت رعاية معالي الدكتور أحمد بن محمد السعيدي وزير الصحة. المعرض هذا العام يهدف إلى تحقيق جملة من الأهداف تتواءم مع خطط الجامعة الاستراتيجية وخططها التشغيلية التي تعكف الجامعة على تنفيذها حاليا. المعرض يهدف إلى خلق أرضية
لالتقاء طلبة وخريجي الجامعة بمختلف قطاعات العمل، كما يهدف في نفس الوقت تعريف قطاعات العمل ببرامج الجامعة الأكاديمية والتخصصات المعروضة. كذلك يهدف المعرض إلى توفير عدد من فرص العمل والتدريب تم رصدها في نظام التسجيل الإلكتروني من قبل المؤسسات المشاركة. يشارك معنا في هذا العام فوق 68 مؤسسة، منها تقريبا 59 مؤسسة في القطاع الخاص، تتنوع في قطاعات مختلفة منها قطاع النفط والغاز، قطاع اللوجستيات، بالإضافة إلى قطاع البنوك. كذلك تشارك معنا 3 مؤسسات حكومية. جديد المعرض هذا العام، لدينا ركن توعوي وسوف تقام على هامش المعرض كذلك عدد من المحاضرات والورش تتعلق بتوجيه الطلاب، ومنها ما يتعلق بخلق أرضية لالتقاء القطاعات مؤسسات القطاع الخاص مع هيئة التأمينات الاجتماعية وعرض أحدث نظم التأمينات الاجتماعية. مرحى جامعة العتيدة، مرحى جامعة العتيدة، يدك دوما بالعلم مديدا، يدك دوما بالعلم مديدا. انطلق مؤخرا مؤتمر جمعية المكتبات المتخصصة فرع الخليج العربي 24، وركز على إدارة البيانات الضخمة واستثمارها وعرض تجارب من مختلف دول العالم. وشارك في المؤتمر 100 باحث قدموا مختلف الأوراق العلمية والحلقات النقاشية. تختلف الضغوط النفسية بحسب شخصية الفرد وطريقة تفكيره، فما يعتبر ضغطا نفسيا لشخص قد لا يعني بالنسبة للآخر شيئا. ومن هذا المنطلق أجرى مركز الإرشاد الطلابي دراسة تسعى إلى التعرف على أهم الضغوط النفسية التي يعاني منها طلبة جامعة السلطان قابوس. للحديث أكثر عن هذه الضغوط وما هي أعراضها وكيفية التخلص منها، معنا الأستاذة صبرة بنت محمود الحكمانية، أخصائية إرشاد نفسي وصحة نفسية بمركز الإرشاد الطلابي. أستاذة صبرة، مساء الخير وأهلا بك في أنوار. أهلا وسهلا، مساء الخيرات، كيف حالكم؟ الحمد لله، الله يسلمك. أستاذة صبرة، بداية نقف عند الضغوط التي يتعرض لها طلبة الجامعة، يا ترى ما شكل هذه الضغوط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحياة الجامعية تعد المرحلة الجامعية من أكثر مراحل الإنسان أهمية، دورها جدا كبير في صقل شخصية الطالب وتحديد مستقبله المهني. وواقع المرحلة الجامعية أساسا هو خليط غريب من النجاح والفشل، وخليط من التحديات الضاغطة والإنجازات، وأيضا بين الإجهاد والنشاط وبين المتعة والضجر في بعض الأحيان. صحيح. وبالتالي تتنوع الضغوط الحياتية عند الطالب في هذه المرحلة بالذات، ويجب أن تتضافر الكثير من المقومات التي ممكن أن هي تساعد الطالب على أنه يتخطي هذه المرحلة بنجاح وكفاءة. ويمكن حتى نحن نستوعب مفهوم الضغوط النفسية. هو شو معنى الضغوط النفسية بشكل بسيط؟ هو عبارة عن شعور الفرد بعدم توافق بين رغباته الشخصية وبين متطلبات الحياة العملية اللي هو موجود فيها أو متطلبات المحيط. فطالب لما يسعى ويدخل في الجامعة ويلتحق بجامعة في بداية حياته الدراسية
طبعا يكون مليء بالأمنيات والطموحات ومشاعر الفرح والإنجاز في نفس الوقت، ولكن الحياة الجامعية تقتضي الكثير من المتطلبات والتحديات حتى أنك أنت تستطيع تجاوزها. كل ما استطاع الطالب في أنه هو يستوعب متطلبات المرحلة الحالية، أنه يتكيف مع البيئة الجامعية، متطلباتها، معايير النجاح فيها، معايير التكيف أيضا والتوافق مع البيئة الجامعية، كل ما سعى أنه هو يكون وصل إلى مرحلة من الاستقرار النفسي والتخلص من الضغوط. على سبيل المثال، الكثير من الطلبة لما يجون في بداية حياتهم الدراسية إلى الجامعة، مع المرحلة الانتقالية هذه احنا نسميها زي الصدمة الثقافية، الابتعاد عن بيئة الأسرة، هذه ضغط جديد على الطالب دخل عليه ويتكيف مع بيئة جديدة لم يألفها ولم يتعود عليها. طيب، في ضغوط داخلية عند الشخص نفسه، الطالب نفسه، مفهومه للذات أيضا، السمات الشخصية عند هذا الطالب أيضا من المقومات اللي تعزز حياة الطالب النفسية بشكل صحي، أو إن ممكن أن هي تعزز تولد الضغوط النفسية عند الطالب. أحيانا الاتجاهات والقيم، قدرته على التفاعل والتواصل مع الأقران ومع المحيط والأساتذة الأكاديميين والبيئة الجامعية بشكل عام، بكل تحدياتها، بكل متطلباتها، آليات التسجيل وآليات الوصول إلى القاعات الدراسية والتكيف مع الأكاديميين، القاعة الدراسية والمادة الدراسية بحد ذاتها حتى أنه يستوعبها وهي لغة غير لغته، هذا أيضا من التحديات اللي تشكل عائق كبير عند الطالب إذا لم يستطع أنه يتجاوزها في فترات بسيطة في بداية حياته الدراسية. طبعا بلا شك أنه ممكن تولد ضغط كبير، لأنه حتى أنك أنت تنجح محتاج أنك أنت تتواصل وأيضا تستطيع أنك أنت تؤدي بكفاءة في الاختبار بلغة مثلا غير لغتك، بمفاهيم غير المفاهيم اللي أنت تعودت عليها، مفاهيم معرفية وأكاديمية عالية جدا. فتتطلب من الطالب أنه هو يقضي نوعا من الوقت والجهد حتى أنه هو يستوعب ما هي مقومات النجاح في المرحلة الحالية الآن، لأنها بلا شك راح تختلف بشكل كبير جدا عن المرحلة السابقة لما كان في نظام التعليم العام. نعم. طيب، إيش هي الأعراض اللي تدل على أن هذا الطالب يعاني من ضغط نفسي؟ طيب، في هناك أعراض أحيانا تكون جسدية واضحة، يعني إذا الطالب بدأ يشعر أنه هو يعاني من آلام الرأس، وأيضا أحيانا اضطرابات المعدة، وفي بعض الطلاب أيضا يعبروا لنا عن أنهم يعانون من اضطرابات النوم من كثرة التفكير والقلق. هذه من الأشياء اللي أيضا تسبب يعني كمؤشرات أن هذا الطالب يعني حياته ما مستقرة بشكل جيد. أحيانا ممكن تصل إلى حالات اللي هي ارتفاع ضغط الدم والإرهاق والإجهاد والإغماء أيضا. إذا كان مثلا هو يعني يعيش في حلقة مفرغة يدور حولين المشكلة وما يعرف إلى أين يتجه، أو ما سعى أنه هو يتواصل مع مصادر الدعم اللي موجودة في الجامعة مثلا كمركز الإرشاد الطلابي أو كليته أو قسم شؤون الطلبة في الكلية عنده، بالتالي هو الضغط يجي من الإيش، من الغموض في أنه هو يتعرف على هذه المعلومات، وأيضا أنه يتجاوز حلقة الخوف البسيطة في أن أنا هل مسموح لي أن أسأل، هل متاح لي أن أسأل. وهذه المصادر الدعم دائما يعني في بداية مراحل الطلبة المستجدين بالذات احنا نسوي كثير من الورش والمحاضرات اللي نوعي وندعم وندعي الطالب في أنه هو يأتي إلينا في حال إذا شعر بأي نوع من أنواع هذه الأعراض. طبعا هذا بالنسبة للأعراض الجسدية، بس إذا انتقلنا إلى الأعراض النفسية أبعدها طبعا أكثر، يعني يمكن أن التفكير السلبي، وأيضا ممكن أن احنا نقول أن من الأعراض النفسية يبدأ يشعر الطالب بالقلق العام طوال فترة اليوم والإحساس بالحزن والضيق، وأحيانا قد تصل أعراضها يعني هي تشبه أعراض مرض الاكتئاب النفسي. صحيح، لأنه يشعر أن أنا بعد ما كنت طالب منجز ومتفوق واستحققت أن أنا أصل إلى جامعة السلطان قابوس على سبيل المثال أو إلى هاي المرحلة الأكاديمية العالية، كيف أن أنا أوصل إلى مرحلة ما أعرف أتصرف؟
فهذه الإشكالية تسبب تحدي عند الطالب في أنه هو كيف يتكيف مع هاي المرحلة. أيضا ممكن أن احنا نلاحظ عند الطلبة أنهم إذا أيضا أهملوا جانب اللي هو تنمية بيئة تفاعلية إيجابية مع أصدقائهم ومع أقرانهم والتعرف على البيئة الجديدة، لأن كل المحيطين غرب حواليك، وبالتالي أنت بطريقة أو بأخرى يجب أنك أنت تحاول كطالب أنك أنت تتفاعل بشكل إيجابي مع البيئة، جماعة الأقران، الجماعات الطلابية، هذه كلها من الوسائل اللي هي جدا أثبتت فعاليتها في أن الطلبة يتخلصون من الضغوط النفسية ويقللون من حدتها. وأحيانا كثيرة يتعرفون على وسائل يحصلون فيها على حلول عملية لمشكلات. نعم. طيب أستاذة صبرا، أحيانا يكون عدم الرغبة في التخصص هي السبب كل مشاكل الطالب النفسية، فهل في هذه الحالة يتدخل مركز الإرشاد في إيجاد حلول، مثلا تحويل إلى تخصص آخر، مساعدة الطالب في أنه يفتح له أفق آخر؟ بالنسبة لمركز الإرشاد الطلابي، طبعا الجامعة فيها نظام أكاديمي ومعايير تحويل بين الكليات، وهي الفرص متاحة للطلبة أساسا، وفي نشرات توزع بالنسبة للطلبة في حال إذا أنت قبلت مثلا في تخصص وشعرت أن هذا التخصص لا يناسبك، ممكن أنك أنت تشوف خيارات ثانية، ولكن في فترات محدودة في بداية حياتهم الدراسية حتى لا تتلخبط خطتهم الدراسية وخطة التخرج وإلى آخره وما يتأخر. فعلى الطلبة طبعا إن هو إذا كان واعي أو إذا وصل إلى مركز الإرشاد الطلابي إن إحنا نساعده في إن هو يكتشف شو هي الخيارات المتاحة، وأيضا معايير التحويل حسب النظام الأكاديمي في جامعة السلطان قابوس. نعم، لأن أحيانا مبررات نفسية للتحويل، ويمكن أحيانا مثلا ما ينتبه للجانب النفسي في الطالب، يعني نشوف قوانين ينطبق عليك القانون ولا ما ينطبق عليك القانون وخلاص، لكن أحيانا تكون لا، فعلا في أشياء نفسية فعلا الطالب بحاجة إلى الانتباه إليها من قبل. صحيح. نعم، عساس. ولكن من خلال عملنا إحنا في عنا طبعا مقاييس مهنية ممكن إن إحنا نستشف من خلالها ونحصل على المؤشرات اللي تدل على إن هذا الطالب هل هو في التخصص المناسب أو مش في التخصص المناسب. طبعا إذا هو لجأ لنا ويعاني من وضع نفسي صعب، كون إنه موجود في تخصص لا يميل إليه، ولكن بطبيعة الحال إحنا يعني يجب إن إحنا تحكمنا الأنظمة اللي موجودة في جامعة السلطان قابوس، ويجب إن إحنا نحاول نتماشى مع معاييرها. في حال إذا كان التأثير النفسي للتخصص على الطالب، وأيضا المقياس اللي أستخدمه كأخصائي أعطاني مؤشر إن هذا الطالب بالفعل يعاني من وضع نفسي معين وما رح يستطيع أنه هو ينجح مثلا في التخصص اللي موجود فيه الآن، في هنا قنوات ثانية في الجامعة أيضا، سواء كانت في إدارة القبول والتسجيل مش مراكز ولكن جهات موجودة في الجامعة أيضا اللي ممكن أن الطالب من خلالها يسعى إلى أنه يطلب طلب التحويل، والمركز يدعمه في هذه الحالة. نعم، إن شاء الله نتمنى لطلابنا حياة جامعية بعيدة عن الضغط النفسي وفيها من الراحة ما فيها. دائما إن شاء الله. وأحب أوجه كلمة، طبعا الطالب في هاي المرحلة العمرية قد يكون هو في مقتبل مراحل الرشد، ليس من العيب أنك أنت تبحث عن الحل، وليس أيضا من العيب أو رح يكون هناك نوع من القصور إذا أنت قلت أن أنا أبحث عن هذا وأحاول أن أنا أجد حل لهذه المشكلة. أيوة، فهاي يمكن الثقافة السائدة عند الطالب أحيانا، وهي ثقافة مخلوطة أننا يجب أن أنا أحل جميع مشكلات بنفسي، وهذا المطلوب طبعا. لكن مصادر الدعم في الجامعة دائما موجودة، ومنها مركز الإرشاد الطلابي. اسعى لها حتى أنك أنت تستقر وتبتعد عن الضغوط النفسية وتعيش حياتك الجامعية بكفاءة واستقرار. بالفعل، يعني بالفعل الإرشاد النفسي له دور مهم جدا نحو توجيه حياتنا للأفضل. شكرا جزيلا لك الأستاذة صبرا بنت محمود الحكمانية، أخصائية إرشاد نفسي وصحة نفسية بمركز الإرشاد الطلابي بجامعة السلطان قابوس. أشكر لكم حسن الاستضافة، وتمنياتي لكم وللبرامج الإذاعية كل التوفيق إن شاء الله. تسلمي أستاذة صبرا، شكرا لك.
يمكنكم متابعة المزيد عن الجامعة عبر الموقع الإلكتروني www.squ.edu.om. الأقارب يتزوجون والأطفال يدفعون الثمن. الثلاسيميا وفقر الدم المنجلي ونزف الدم الوراثي من أكثر أمراض الدم الوراثية انتشاراً في مجتمعاتنا الخليجية، وسببها الرئيسي هو زواج الأقارب. وما زالت ظاهرة زواج الأقارب مقبولة على نطاق واسع في مجتمعات الخليج، واليوم سنلقي نظرة على هذا الموضوع المثير للجدل، ونكتشف الإيجابيات والسلبيات لزواج الأقارب، ونتحدث عن مدى انتشاره في السلطنة. معنا الباحثة نورة بنت سعيد الهاشمية، وهي باحثة ناقشت رسالة ماجستير حول زواج الأقارب ودوره في الإصابة بأمراض الدم الوراثية. معنا الباحثة نورة الهاشمية. مساء الخير أختي نورة. يسعد مساك أستاذة نايلة، أرحب فيك مستمعي البرنامج. الله يسلمك. بداية نقف عند المشاكل الصحية التي يسببها زواج الأقارب، وربما تكون معروفة لدى المستمعين لكن للتذكير. نعم أستاذة نايلة، بداية نحن نتكلم عن أبرز المشاكل الصحية اللي سببها زواج الأقارب، منها أمراض الهيموغلوبين الدم والعيوب الخلقية الاستقلابية، الإعاقات لدى الأطفال، والكثير من الأمراض. ممكن لو وجهنا السؤال لطبيب مختص في الأمراض الوراثية بيجاوبنا بشكل موسع على هذه الأمراض، ولكن حسب اطلاعي عليها أن بالسلطنة حوالي 600 مرض وراثي، أبرزها أمراض الدم الوراثية. نعم 600 مرض، يعني 600 نوع من الأمراض الوراثية. نعم. طيب هذه الأمراض يعني مدى انتشارها في أماكن مختلفة من السلطنة، يعني هل في مناطق معينة تنتشر بصورة يعني أكثف من مناطق أخرى؟ هو أمراض الدم الوراثية بشكل عام تقريبا من جميع محافظات السلطنة، لكن هناك أمراض يعني تنتشر أو ترتكز في محافظات دون غيرها. مثلا المسح الوطني عندنا الصحي عام 2000 وضح أن فقر الدم المنجلي يعني يرتكز في شمال الشرقية بصورة أكبر، ثلاسيميا من نوع بيتا شمال باطنة بصورة أكبر، نقص الخميرة ينتشر عندنا في الداخلية. يعني ف الخريطة الصحية ممكن تبيننا اللي هو توزيع انتشار الأمراض الوراثية أو أمراض الدم الوراثية بشكل خاص. نعم. طيب أختي نورة، لو تحدث عن الدراسة التي قمت بها، يعني ربما تكون تجمع بين الجانب الصحي وبين الجانب الاجتماعي، فخلينا نتحدث أكثر عن دراستك، عن ما قمت به، عن أسلوبك في البحث، عن الشريحة المستهدفة التي استهدفتيها، نتائجك أيضا. نعم، بدأت أحبيت أوضح أنه علم الاجتماع بما أنه من أبرز العلوم الإنسانية التي تهتم بحياة الإنسان، هو دائما هذا العلم يحاول إيجاد الحلول للمشكلات الاجتماعية التي تعترض حياة الإنسان، وبالتالي هو تعددت فروع عندنا علم الاجتماع، اقتصادي، سياسي، عندنا حتى في مجال الفن، السياحة، ومن ضمنها المجتمع الطبي. المجتمع الطبي يركز على أنه يدرس اللي هو المسببات الاجتماعية لتعلق الأمراض، مثل ما أنت عارفة أنه مع اللي هو التغير في نمط الحياة للإنسان سبب هذا ظهور الكثير من الأمراض، ومن ضمنها أمراض الدم الوراثية اللي لها أبعادها الاجتماعية متعلقة بعادات الزواج. نعم. طيب كيف وجدتي مدى الوعي في عمان بهذا النوع من الأمراض؟ هو وهذا النوع من الزواج أيضا. نعم، الدراسة كانت مطبقة على طلبة الجامعة الخريجين، استهدفنا شريحة الخريجين كونهم الفئة المقبلة على الزواج، وغالبا تكون قناعاتهم يعني خلاص تكونت من خلال اللي هو التجارب الدراسية والخبرات العلمية، يعني وكم مستعدين للزواج، فكانت معرفتهم جيدة نوعا ما في اللي هو معرفتهم أمراض الدم الوراثية، لكن بحاجة إلى تطوير. كذلك اللي هو معرفتهم بالخدمات المقدمة اللي هو الفحص قبل الزواج وخدمة الإرشاد الوراثي كانت نوعا ما جيدة. الجيد في الموضوع أن اللي هو
لما سألناهم عن إذا ما كانوا يرغبون أنه يطبق الفحص قبل الزواج إلزاميا، نسبة كبيرة منهم أو غالبيتهم كانوا موافقين على تطبيق إلزامية الفحص المبكر قبل الزواج. نعم يعني هناك وعي بضرورة هذا الفحص. نعم. وهذا مؤشر جيد، وهناك جهود تبذلها وزارة الصحة لتطبيق الفحص الإلزامي قبل الزواج حتى نحن نواجه هذا النوع من المشكلات الصحية عندنا. وماذا اقتناعهم أيضا بزواج الأقارب؟ يعني هو عندنا بينت النتائج أنه 3/4 العينة ما يفضلون زواج الأقارب، 72%. نسبة عدم تفضيل تزداد لدى الإناث أكثر من الذكور. لكن في كان هناك نسبة منهم يفضلون زواج الأقارب لاعتبارات، منها اعتبارات اجتماعية، اقتصادية، اعتبارات تتعلق بالإرث وغيره يعني. نعم. هل تطرقت في الدراسة إلى الجوانب الإيجابية مجتمعيا من زواج الأقارب؟ نعم، هو الجوانب الإيجابية لزواج الأقارب أكيد موجودة. من ضمنها اللي هو مثلا مظهر الجمالي، الذكاء، قوة التركيز، هذه جوانب محببة. نفس الشيء كان في سؤال عندنا بالاستبيان للطلبة، نشوف بالنسبة لفضل زواج الأقارب ليش هم يفضلون زواج الأقارب. فطرحنا عليهم مجموعة من الخيارات، مثلا أنتوا تفضل زواج الأقارب على أساس أنكم تحصلوا على تسهيلات مادية مثل في المهر أو التنازل مثلا عن الهدايا وغيره. تعرفين لما يكون زواج الأقارب يكون في مراعاة غالبا بين مراعاة، يفضلون الشباب. كذلك اعتبارات اجتماعية ثقافية تتعلق بالترابط الأسري، العادات التقاليد المشتركة، اعتبارات اقتصادية. فأغلبهم كان يعني قناعات شخصية، يعني يفضلون زواج الأقارب. قناعتي والله أنا أفضل أتزوج بنت عمي أفضل من شخص غريب. كذلك كان اعتبارات الاجتماعية والثقافية كانت واضحة، أنهم يعني يفضلون أنه يكون بينهم مثل ما نقول انسجام وتفاهم. أيوة. وزيادة اللحمة العائلية. نعم. لكن لا نتمنى أن تؤدي هذه اللحمة إلى أمراض للأطفال يعني. بالطبع هو في النهاية الفحص هو قبل الزواج هو الذي يحدد. نعم، هو اللي يحدد يعني. إذا في النهاية الواحد لما يتزوج يسعى إلى الاستقرار الأسري، ما يريد يكون في، تعرفي مثل هذا النوع من الأمراض ممكن تسبب اللي هو مشكلات أسرية، يعني لها تبعات أو شيء اقتصادية أسرية، ضغوطات نفسية على الأسرة. أكيد. فهو الزواج الأقارب جيد، لما يكون جيد إذا كان مهيئين صحيا. أيوة، يعني اثنينهم يكون سليمين. ليش لا يعني. أما إذا كان حتى المصاب يعني المصاب، ما إنه إحنا نقول ما خلاص ما يتزوج، لا بالعكس له فرصة أكيد أنه يتزوج، بس بشرط مثلا الشخص الثاني ما يكون حامل لهذا. وفي النهاية هو حتى لو أجرى هذا الفحص الزواج، إحنا يعني ما بيكون في إجبارا يعني إنه ما ممكن إنه يتزوج هذا الشخص. لا، هو له الحرية في النهاية يقرر، لكن يتحمل مسؤولية اتخاذ القرار. نعم. شكرا جزيلا. نعم. لك الأخت الباحثة نورة بنت سعيد الهاشمية، كنت معنا للحديث عن دراسة الماجستير والرسالة التي قدمتها حول زواج الأقارب ودوره في الإصابة بأمراض الدم الوراثية. ومرة أخرى شكرا جزيلا لك. أنا أشكركم على إتاحة الفرصة لناقشة هذا الموضوع، وهذا يدل على اهتمامكم بالدراسات العلمية التي تعنى بالمجتمع. طبعا احنا نسعى من خلالها انه نوجد حل للمشكلات التي تواجه الافراد بالمجتمع، بحيث نحن نرفع من اللي هو الوعي لديهم. نعم، شكرا جزيلا لك اختي نورة الهاشمي. يعطيكم العافيه. شكرا. سلام وحياك. الله يحييك. يمكنكم متابعة المزيد عن الجامعة عبر الموقع الإلكتروني www.squ.edu.om. إلى هنا نصل معكم مستمعين الكرام إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أنوار، وسنلتقيكم يوم السبت مع أخبار جديدة عن جامعة السلطان قابوس. هذه تحيات مروى بنت حمد أمبو سعيدية في الإعداد، نايلة بنت ناصر البلوشية في التقديم، منى بنت سالم المسلمية في الإخراج، وتحيات دائرة العلاقات العامة والإعلام بجامعة السلطان قابوس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.